العيله في اليوتيوب عيله الشورجيه فكره الفلوج بتاعتي النهارده. طبعا انا بقالي كام فيديو كده ماسك اخويا مستلم ومقالب ضرب نار وكل مقلب اسخن من اللي قبله. فكره بقى المقلب بتاع النهارده هو النهارده مقلب برضه. فكره المقلب بتاعت النهارده دي بقى مش بتاعتي. الفكره بتاعت النهارده فكره احمد علي. عن دشمن احمد شاور انه هو تشمين الفيديو اللي فات وبوظني خالص. هو وادي الاشرار عشان خطفوه. المعلم ده الوحيد اللي صالحنا اخويا. حبيبي 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 انت والله يا جدع حبيبي. فانا النهارده هبوظ احمد شوار يا جدعان. هاي التشكيل جايبين له تعابين وان متر ونص بس يا جدعان وحاجه كده كده اهو جميله انا اتظبطها تخش في التوته جميل. كل يومين ثلاثه لازم كده مقلب ضرب نار عشان ايه احمد يفوق كده ويبقى نايم. ايه انا عايزه يبقى نايم في البيت ده مش عارف ينام بسببي. انا هنيمه من المغرب ما صحي من ال ماشي. احنا دلوقتي جايبين له تعبان المفروض ان التعبان ده احنا مشترينه وجبت احمد علي معاه عشان يساعد في المقلب لان احمد علي اساسا يعني متغاظ من اخر مره مقلب الخطفي وكرامتي. A few moments later. بقيت 10 دقايق واقف مستني احمد
قفل الباب المفتاح ومش عايز يفتح تاني. مش عارف تعبان بقى عضه ولا هو داخل نام وسابني ولا عمال مش عارف، بس النور قايل وهو ما بيروح. احمد انت عايش؟ طب افتح يا اسطى، افتح يا اخويا. وانا في منها الحركات دي، ايه يا اخويا هو بس بتاعك؟ فوز الزين ده؟ فيها تسول انت. طب افتح طيب. افتح عايزك في حكاية. نحس ان مهرج الكلام. انت هتنام؟ ماشي، وكده غالبا نام اساسا ومش هيفتح تاني ده. لا. طب ايه قاعد شد باب ايه يعني ولا الفلوج ده قبل يعني الفلوج ده خلاص هيخلص. المفروض يعني ان احنا عايزين نعمل انتقام كمان من احمد علي عشان من هادي علي، عايزين نعمل انتقام عشان يبقى احنا كده خدنا حق احمد علي بالكامل، وكده يعتبر ايه ده اخر مقلب في الموسم ده، عشان احنا مسافرين ان شاء الله شرم الشيخ من الاسبوع الجاي. فيديوهات بقى في شرم الشيخ بقى، وهم على اسماك القرش بقى، وهنصطاد قرش ونركب سفاري وهنطير في من غير جناحات، وخلاص الوقت فات. تسيش تعملوا زراعة وغيره تنزلوا الأداء.